السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ في شرح كيف فتح حساب في شركة من شركات الوساطة اللي هتمكنني من العمل بسوق الصرف الأجنبي وسوق الأسهم العالمية أي البورصة العالمية. هنشرح فتح حساب في شركة XM، لأن شركة XM الشركة المشهورة والمعروفة واللي ليها فترة شغالة في المجال وسمعتها كويسة ما بين المتداولين. ومن مميزات الشركة ان هي بتديك بونص ايداع، وهتديك بونص هدية $30. $30 اللي الشركة هتديها لك ده هتديها لك من اول ما تفتح حساب في الشركة وتتحقق من حسابك. شركة هتديك $30، $30 ينفع تشتغل بيهم. الارباح اللي هتحققها من الشغل $30 قابل للسحب، تقدر تسحبهم. اولا روح نفتح حساب، انا هسيب لك الرابط تحت الفيديو، هتدوس عليه هيوديك على موقع الشركة اللي انت هتفتح فيه الحساب. اول ما تدوس على الرابط هيدخلك موقع شركة XM، هتدخل البيانات بتاعتك، البيانات اللي بتكون مطلوبة ومطلوب منك انك انت تدخلها هو اسمك، هتكتب اسمك بالانجليزي. نفترض انا اسمي احمد، هكتب احمد. اسم الاوسط اسمي احمد جمال، هكتب جمال. الاسم الاخير اللي هو اسم الجد اسمي رمضان، اسم جدي اسمه رمضان، هكتب رمضان. بلد الإقامة، أنا هختار البلد اللي أنا موجود فيها. أنا موجود في مصر هختار إيجيبت، لو موجود في السعودية هتختار السعودية، موجود في الأردن هتختار الأردن، موجود في الجزائر هتختار الجزائر، موجود في فرنسا، موجود في أي دولة من العالم هتختار البلد اللي أنت مقيم فيها. اللغة أنا عربي. الكود ده الكود اللي هو بيبدأ قبل رقم التليفون، الكود الدولي للبلد اللي انت مقيم فيها. انا مقيم في مصر، الكود بتاع بلدي +20. هكتب رقم التليفون بتاعي، البريد الالكتروني اللي هو الجيميل بتاعك هتكتبه. انا الايميل بتاعي اهو هنكتبه. كتبت الايميل بتاعي، اختار تفاصيل الحساب، اختار المنصة MT4، نوع الحساب انا اختار عقد 100,000 ستاندر، هدوس على التأكيد اللي هو انا هوافق على ان الشركة تبعت لي الاخبار والتحديثات والعروض بتاعت الشركة اللي هتعملها، هتتبعت لي على الايميل بتاعي، هدوس موافق. هدوس على الانتقال للخطوة الاخرى، لما دست على انتقال الخطوة الاخرى هيطلب مني، لما دست على الخطوة التانية هيطلب مني بيانات تانية. البيانات التانية دي هتتمثل في تاريخ الميلاد بتاعي، انا هختار تاريخ الميلاد بتاعي لنفترض انا مواليد 2000 الشهر، مواليد مثلا مايو، مواليد 1، يبقى انا مواليد 1/5/2000، اختار مواليد 1/5/2000. شرط فتح الحساب ان يكون سنك اكبر من 18 سنة. تفاصيل العنوان هتكتب المدينة اللي انت فيها، انا كايرو، رقم الشارع اللي هو رقم العمارة اللي انت موجود فيها، انا موجود في عمارة 60. العنوان السكني هنكتب مثلا ايجيبت، هتبدأ بالجمهورية، البلد الدولة بتاعتك، هتبدأ بالمحافظة، انا محافظة الجيزة، تختار المدينة بعد كده، المدينة اللي انت فيها انا هكتب مدينة 6 اكتوبر. الرمز البريدي اللي هو انت هتروح على جوجل وتكتب الرمز البريدي للمدينة اللي انت ساكن فيها، هيطلع لي الرمز البريدي للمدينة اللي انا ساكن فيها، اختار الحي اللي انت ساكن فيه. نفترض انا ساكن في الحي الثالث، اختار الرمز البريدي بتاع الحي السادس، الحي الثالث، واروح هنكتبها في الخانة اللي مطلوب فيها الرمز البريدي. هل انت مواطن امريكي فيما يخص الاغراض الضريبية؟ لا انا مش مواطن امريكي، هما بيقولوا كده علشان المواطنين المقيمين في امريكا بيدفعوا ضرائب، فعايزين حاجة تثبت انك انت بتدفع ضرائب في امريكا. احنا مش هنختار امريكا لان انا عربي، مش هختار امريكا، هدوس انا مش مواطن امريكي، هختار لا. تفاصيل الحساب، عملة الحساب، هنا متاح لك حوالي اكتر من 19 عملات، اليورو والدولار والاسترلين والفرنكولين وعملات كتيرة. انت هتختار العملة العالمية اللي هو هتفتح حسابك بيها.
انا هختار عملة الدولار، متاح لك انك انت تختار اليورو، متاح لك انك انت تختار الين الياباني، الفرنك السويسري، الاسترالي، اي عملة متاح لك انك انت تختارها، ولكن انا هختار الدولار الامريكي. وانت الافضل لك انك انت تختار الدولار الامريكي. الرافعة المالية، انا اختار براحتك، انت تختار مثلا نقول واحد الالف، لو انت هتحط فلوس تعمل ايداع بمبلغ قليل فانت الافضل لك انك انت تختار واحد الالف، علشان يتاح لك انك انت تفتح عدد كبير من الصفقات. بونص الحساب، نعم انا ارغب في استلام بونص. كلمة السر، هنا كلمة السر لازم أن تكون كلمة سر صعبة، كلمة سر محدش يقدر يفتح الحساب بغيرك، كلمة سر ما تكونش مع اي حد، لان الحساب ده هيكون فيه فلوس محدش يقدر يدخل عليه الا انت بس، فحاول كلمة السر تكون صعبة ومحدش يعرفها. فكلمة السر لازم أن تكون كلمة صعبة، اكتب كلمة السر بتاعتك. فهنا لازم أن كلمة السر تكون قوية، لازم تتكون من 8 حروف على الاقل، و8 حروف اللي يكونوا دول لازم أن يكون فيهم حرف انجليزي كابيتال، ويكون برضو فيهم حرف انجليزي سمول، والباقي ارقام. اختار حرف كابيتال، انا اختار حرف الاي كابيتال و اي سمول، واختار الباقي ارقام بس، لحد لما تظهر ليك الكلام المكتوب تحت كلمة السر بدل من ان هو احمر، لحد لما يظهر ليك ان هو كله اصبح لون الاخضر. هنعمل تأكيد لكلمة السر. تأكيد لكلمة السر، لازما كلمة السر اللي انت كتبتها في الخانة الاولى هي نفس كلمة السر اللي انت هتكتبها في الخانة التانية، لازم تكون حافظها. انا هكتب كلمة السر تاني كده صح، هننزل للتأكيد، اقر على انني موافق على شروط الشركة وسياسة تنفيذ الاوامر والمخاطر. ده شروط الشركة اللي هي بتعرفك انك انت لازم يكون سنك اكبر من 18 سنة، عندك خبرة في سوق الفوركس، عندك دراية بفتح الصفقات، متحمل المخاطرة وكده. يعني هفتح حساب حقيقي. في الحالة دي بعد ما انا دوست فتح حساب، بعتولي رسالة على الايميل، عنوان الايميل بتاعي الجيميل اللي انا ادخلته. هنروح على عنوان الجيميل اللي انا ادخلته، هلاقي ان هم بعتيلي رابط، هدوس على الرابط. الرابط اللي انا هدوس عليه في الايميل بتاعي هيبعتني تاني على الشركة. هروح على البريد الوارد، دي الرسالة اللي لسه جايالي، هدوس عليها. هنا بيقول لي تأكيد البريد الالكتروني، دي علشان اتأكدوا ان عنوان البريد الالكتروني اللي انت ادخلته في بياناتك هو ملكك، فعايزين يتأكدوا منه، فانت هتدوس تأكيد عنوان البريد الالكتروني. هيوديك تاني على الشركة. هنا الحساب بتاعي اتفتح. هنا في الحالة دي انا اصبح لدي حساب في شركة الفوركس. هسجل تسجيل الدخول. تسجيل الدخول ده بيكون من خلال رقم الشركة ارسلته اليك على الايميل بتاعك تاني مرة اخرى. تروح على الايميل هتلاقي ان الشركة بعتلك رقم بيانات الحساب، هتاخد الرقم، هتقدر بالرقم ده تدخل على حسابك في الشركة. هدخل الرقم، وهنا كلمة السر اللي انت ادخلتها في الوقت اللي انت كنت بتفتح فيه حساب، تكتب كلمة السر اللي انت ادخلتها، ونختار تسجيل الدخول بس. انا في الحالة دي اصبح لدي حساب في شركة تداول العملات الفوركس. علشان يتوثق الحساب بتاعي ونحصل على البونص اللي الشركة هتدهولي، عروض الشركة، لازم انني اتحقق من الحساب بتاعي. علشان اتحقق من الحساب بتاعي لازم انني هبعت لهم صورة البطاقة اثبات ان الحساب ده ملكي، او جواز السفر، صورة البطاقة او صورة من جواز السفر هبعتها لهم، وابعت لهم برضو حاجة تثبت ان العنوان اللي انا كاتبه في الحساب بتاعي هو العنوان اللي انا ساكن فيه. فانا هبعت لهم صورة من وصل الغاز، او صورة من وصل الكهرباء، او صورة من وصل المية، او اي فاتورة مكتوب فيها بياناتك، اسمك وعنوانك وعليها الختم او مصدق عليها من جهة رسمية. هبعتها لهم من خلال انني هروح على مرحبا بك، هدوس عليها واختار حسابي. هتظهر لي 4 قوائم، حسابي والاختيارات وتغيير كلمة السر ورفع الوثائق. انا هبعت لهم الوثائق. عشان ابعت لهم الوثائق
هدوس على رفع الوثائق. بس انت كده هتبعت لهم في الحالة دي، هتبعت لهم صورة البطاقة بتاعتك ووصل الغاز او الكهرباء او المية واي فاتورة موثقة على اسمك وعنوانك. في الحالة دي هتحقق من العنوان بتاعك خلال 24 ساعة، والحساب بتاعك هيتوثق وهتدخل عليه تحصل على بونص $30 بدون ايداع. $30 اللي انت هتحصل عليهم هتقدر تشتغل بيهم وتقدر تسحب فلوس لو انت حققت ربح. وكده هكون شرحنا عن شركة XM فتح حساب في شركة الفوركس. ولو عندك اي سؤال ابعتهولي تحت الفيديو ده وانا هرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.